الدكتور عبد العزيز محسن الحكيم، ولد في عام 1971 بمدينة النجف. غادر العراق مع والده إلى إيران في نهاية سبعينات القرن الماضي. درس عمار الحكيم بإحدى مدارس طهران، ثم أكمل دراسته في الجامعة الإسلامية بمدينة قم. أسس عمه محمد باقر الحكيم المجلس الأعلى في إيران عام 1982. شارك عمار الحكيم في القتال إلى جانب الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي السابق في نهاية ثمانينات القرن الماضي. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، عاد مع والده عبد العزيز وعمه محمد باقر الحكيم إلى العراق. وبعد مقتل عمه بتهجير عام 2003، تولى والده عبد العزيز الحكيم رئاسة المجلس الأعلى. المجلس الأعلى متهم بقتل وتعذيب آلاف العراقيين من خلال منظمة بدر قبل انفصالها عن المجلس أو عن طريق وزير الداخلية الأسبق والقيادي في المجلس الأعلى صولاغ، حيث شهدت السجون في عهد صولاغ انتهاكات وتعذيبا بأساليب مختلفة كالحرق والتعذيب بالكهرباء والدريل الكهربائي. أنشأ عمار الحكيم مؤسسة شهيد المحراب في عام 2003 بسبعين فرعا. يعتبر عمار الحكيم من الداعين والمؤيدين بقوة إلى إنشاء نظام فيدرالي في العراق عبر تقسيمه إلى أقاليم مختلفة بدءا بتشكيل إقليم جنوب العراق. تولى عمار الحكيم رئاسة المجلس الأعلى بعد وفاة والده في أيلول من عام 2009. بحسب وثيقة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق عام 2006، فإن السفير الأمريكي الأسبق في بغداد زلماي خليل زادة وافق على أن يكون عمار الحكيم متعهداً لنقل النفط العراقي. وبحسب تقرير للكونغرس الأمريكي في عام 2007، فإن تهريب النفط من العراق وصل إلى 300 ألف برميل يومياً منذ عام 2003، وبأسعار تصل إلى 15 مليون دولار يومياً. وبحسب تقرير للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في عام 2006، فإن المجلس الأعلى من أبرز المتهمين بتهريب النفط إلى جانب ميليشيات وأحزاب أخرى. نفى عمار الحكيم علاقته بتهريب النفط. استولى عمار الحكيم والمجلس الأعلى على أراض واسعة بضمنها عقارات تعود إلى مواطنين وأملاك مسجلة باسم الدولة العراقية، خاصة في منطقة الجادرية والكرادة في بغداد وفي محافظة النجف. أخذ الجادرية، إيش قد المجلس الأعلى عنده؟ ترى شيء لا يصدق، بيوت ومحلات كلها ملك له. ليش تشايف بالمقر مع المجلس الأعلى؟ عامر بكل شيء. بس ممكن هذا يجوز أملاكهم هاي هنا؟ مو أملاك، لا. منين جابوها؟ من الدولة. كلها من الدولة. كلها طبعاً. هاي ما بيها نقاش عزيزي، أنت ما تقول المجلس الأعلى منين عنده كان أملاك؟ جلس بالنجر شنو؟ هم راح تقول لي هاي حاجاتهم وما كنت شيء بالبصرة بالمحافظات كلها. هاي فضائح، هذه لازم تكشف للناس. أو أنت مشتري هذا البيت بالأربع شوارع المقر مالكم هسه جديد؟ يا هو يا بيته مالكم مقر بالأربع لا شوارع؟ لا، هذا كان مستولي عليه المجلس الأعلى وأخذته أنا. شلون أخذته؟ شنو عفرته؟ أخذته طلعته أبو المجلس الأعلى. ملفات أبرز أعضاء المجلس الأعلى في عهد عمار الحكيم. وزير النقل السابق صولاغ، في عهده حضرت أوروبا الطائرات العراقية من دخول المجال الجوي لأوروبا لعدم توفر معايير سلامة الملاحة الجوية. صولاغ متورط باثني عشر ملف فساد في الوزارة، ومنها فلاي بغداد وتاكسي بغداد وسكك الحديد ومشاريع في المواني والسفن. محافظ البصرة ماجد النصراوي القيادي في المجلس الأعلى الذي هرب إلى إيران ومن ثم إلى أستراليا التي يحمل جوازها، والمتهم هو ونجله بملفات فساد كبيرة. كاظم فنجان الحمامي وزير النقل والمواصلات. الناس اللي في محافظة قار لا يعلمون أن أول المطارات التي أنشئت في كوكب الأرض قبل 5000 سنة قبل الميلاد أنشئت في ذي قار، وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. عبد الحسين عبطان ما يمتلك حتى شهادة متوسطة، والأخوة يعرفون بأن الوزير الفلاني والفلاني ما عنده شهادة متوسطة. ماذا قدمتم للشاب العراقي؟ جيد، هو يعني أحاول إن شاء الله هم أجيب باختصار. أولا ليس معيبا أن يعمل الإنسان في البسطية حتى وإن كان صاحب شهادة. في عام 2017 انشق عمار الحكيم عن المجلس الأعلى وأسس تيار الحكمة.
بحسب محسن الحكيم شقيق عمار الحكيم، فإن خلافات بين عمار الحكيم وبعض القياديين في المجلس الأعلى أدت إلى تشكيل حزب جديد. رفع عمار الحكيم شعارا جديدا في تياره الجديد وهو إحنا قدها. بالتحديد وقد اطلعت مؤخرا على قائمة للنوادي الليلية غير المرخصة في قاطع الكرادة وحدها، فتبين أنها 72 ملهى ونادي فقط في قاطع الكرادة. وإلا شنو التصريح لما يطلع لك فد رئيس كتلة بالعراق وشخصية محترمة، ما أريد أنا أتحدى ضده، يقول لك 72 ملهى بالعراق مو رسمي. ما لك هاي الإحصائية؟ إحنا نواب واقفين ما عندنا هاي الإحصائية، شلون تعدك؟ لا، فلازم تفهم بأنه هاي الدولة جاي يسيرها هؤلاء أدعياء الإسلام المزيف. الحقيقة ليس لي أي رصيد، وكما قلت قد لا يصدق ذلك، لكن أقولها لكم أنا شخصيا يعني على المستوى الشخصي أيضا مدين بمقدار من المال، ولا أصرف إلا بمقدار حاجتي، وليس لا موظفا في دائرة حكومية ولا في مكان ما، ولا أمتلك أي مشروع اقتصادي في هذا البلد. شايفين بيت عمار الحكيم هذا؟ شوفوا 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 شوفوا، الله يقبلها. وانا قاعد ميت متى هيك قاعد بهيك بيت شن قصر سندباد ما ادري على بس دي الائتلاف الوطني اللي صوت خلي يشيل ايده خلي نشوف منو. انا راح اصوت طبعا، لا زين الحمد لله شعبيه الائتلاف عاليه. احيانا زوجه بنت تعرض للزواج، يودوها يزينوها يرتبوها كذا، يجي المسكين هذا ابن الحلال يشوفها ينغر بيها بناء هاي فت قصة، ياخذها البيت اول يوم الصبح يقعدون يشوف لا شيء اخر، مو هاي اللي اشتراها مو هاي اللي اخذها. على كل حال لطشوها لطشوا تلا بيها المسكين. وهواي الشعب ضحى واحنا هواي عيدنا ايتام، وهواي الشعب ضحى واحنا هواي عيدنا ايتام، قبل صدام واحد هالسلف صدام، قبل صدام واحد هالسلف صدام، حسافه والف يا حيف والله على الهضيم النام، حسافة والف يا حيف والله على الهضيم النام، هاو الخير اللي عندنا مكوم، هاو الخير اللي عندنا مكوم، والاحزاب تفرهد بيه والخير اللي عندنا مكوم، والاحزاب على المرشح عمار الحكيم تسديد 999 ألف دولار مقابل هذه الدعاية الانتخابية لإدارة قناة الرافدين.